الكلام كتير في البداية، الصندوق الأسود، ضيوف محترمين، لكن رسالتنا واضحة كالعادة. انبحوا، صوتوا، عيطوا، اغلطوا برضو ولا فارق معانا غير كلمة الحق. هنتكلم في الغرف المغلقة مع زمايلنا واصحابنا، مش عشان حد جنبك باعك أو خانك تخاف، لأ، هنقول له حاجة واحدة، مستمرين بأخلاقياتنا وخوفنا واحترامنا للنادي الأهلي ده. انبح براحتك في الحارة المزنوقة اللي جنبنا، اتكلم واكدب على الناس، واكدب على الجماعة العمومية للنادي الأهلي، واكدب على جماهير النادي الأهلي اللي هي مش بتحبك، بس الناس عارفة تسريباتك وتاريخك وسداهاتك وعلاقاتك اللي مش محترمة. عشان كده في فرق كبير قوي ما بيننا في الأخلاقيات. احنا اتربينا على الأصول والأخلاقيات اللي الأهلي علمها لنا بجد، وانت اتمنعت من المايسترو الكبير العظيم اللي دخلك النادي الاهلي، وعشان قلت عليه كلام مش محترم، وكمان جوزيه كرشك، مواقفك قلت على نفسك مزور، قلت على نفسك كتير امور غريبه وعجيبه جدا جدا جدا. هنسيب التاريخ يشهد مين اللي محترم وبيحب ناديه، ومين اللي كرشه فيه جبنه وكتافه عليها حديد وبيستفيد من ورا ناديه. المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.